كاتب المزمور حاسس بجفاف لأنه بعيد وبيصلي، بيقول له من فضلك يا رب اسمع صلاتي، ده أنا مشتاق جدا إني أروح لديارك. شوفوا بيقول إيه، يوما واحدا في ديارك خير من ألف. يعني لو قضيت ألف يوم بستمتع بأي شيء في الحياة واتحرمت من يوم في ديارك ولا ليها قيمة الألف يوم. أنا كمان اخترت إن أنا أقف على العتبة في محضرك عن إن أنا أسكن في خيام الأشرار. بلا شك ده كلام واحد جرب، وده كلام واحد اختبر، مش أي واحد يقدر يقول هذا الكلام. لكن إيه سبب اشتياقه لمحضر الله؟ لأنه وجد فالله ثلاث بركات لا توجد بعيداً عن العلاقة معاه. أول بركة، لأن الرب الله شمس ومجن. جميل قوي هذا التشبيه. بماذا يشبه الرب للمؤمن المشتاق إليه؟ بماذا يشبه؟ يشبه بالشمس وبالمجن. ليه يشبه بالشمس؟ الشمس على الأقل بنشوف فيها ثلاث فوائد لينا، نور بدونها ضلمة، حياة ضلمة. والرب بالنسبة لي هو اللي بينور حياتي، هو اللي بيخليني أعرف أنا ماشي إزاي ورايح فين، هو اللي بيرشدني. الأمر الثاني دفء، دفء بدون شمس مفيش دفء، والبرودة بتتعبنا وبتصيبنا بالكسل، والرب لمن يقترب منه يدفئ حياتهم، يملأهم بالنشاط، سواء النشاط في مسؤولياتهم، النشاط في بيوتهم، في شغلهم، النشاط في علاقتهم، في خدمتهم.